هل انتهى عصر الفرونت اند؟ الإجابة بسرعة آه ولا، أما التفاصيل بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ كيف الحال؟ السؤال اللي بيتكرر كتير جدا، هل الفرونت اند ديفلوبر بينحدر ولا لا؟ هل الشركات ممكن تستغنى عن وظيفة الفرونت اند ديفلوبر في مقابل برامج او AI؟ وهل مثلا بعد ظهور البروجرامر اسيستنت زي مثلا كوبايلوت من جيت هاب وغيره اللي بيستخدم الماشين ليرنينج ان هو بيساعدك في كتابة الكود، وان شاء الله هنعمل فيديو كامل بالتفصيل عن الموضوع ده، هل ده برضه من ضمن اسباب ان ممكن الشركات تستغنى عن الفرونت اند ديفلوبر ولا لا؟ وبما اني طبعا عملت مسار الفرونت اند ديفلوبر ومسار التنين في الفرونت اند ومسار التنين في الباك اند، والحمد لله فيديوهاتي بتتشاف بشكل كبير جدا، فجاتني اسئله كتير، هل ابتدي اتعلم فرونت اند وباك اند ولا الموضوع ما بقاش ليه لازمه؟ فالاجابه باختصار على سؤال هل عصر الفرونت اند بينتهي ولا لا، هي اه ولا زي ما قلت. طب ازاي بقى؟ اه، عشان تايتل الفرونت اند ديفلوبر بدا فعلا في الانحدار. تايتل الفرونت اند ديفلوبر بدا فعلا في الانحدار، ولا عشان مهام وتاسكات اللي بيعملها فرونت اند ديفلوبر برضه مطلوبه ومكمله ومش بتنقرض نهائي. طب ايه بقى الكلام ده؟ زمان كان في وظيفه اسمها ويب ديزاينر، ما كانش في حاجه اسمها اصلا فرونت اند ديفلوبر، وده مش من زمان قوي، يعني اول الناس اللي بدات مثلا في الويب اصلا مثلا من 10 سنين كان الهدف بتاعهم ان هم يبقوا ويب ديزاينرز، يكتبوا HTML وCSS وجافا سكريبت، ما كانش في فريم ووركس والكلام الكبير ده، ما كانش في اصلا مصطلح ويب ديفلوبمنت او اصلا فكره فرونت اند ديفلوبر، المصطلح ده ما كانش موجود، كان في ويب ديزاينر بس. تمام؟ ده كان بيعمل ايه؟ كان بيكتب HTML وCSS وجافا سكريبت، حتى لو جافا سكريبت كانت فيها شويه لوجيك، ولكن هو ده كان دوره، وظيفه كامله اسمها ويب ديزاينر. اما اللي حصل دلوقتي فعندك وظيفه الفرونت اند ديفلوبر اللي هو بقى بيعمل لوجيك، مش بس مجرد تصميم وحاجات بتلعب كده في الشاشه، لا بيعمل بيزنس لوجيك. وزي ما انتم شايفين دلوقتي وظيفه الويب ديزاينر بقت قليله جدا، تقريبا مش هتعرف تشتغل لو انت شغال في مجال الويب، مش هتعرف تشتغل الا لما يكون معاك فريم ورك. ده ليه؟ ده عشان خاطر الفرونت اند ديفلوبر دلوقتي بقى من ضمن مهامه ان هو يعمل الويب ديزاين. يعني ايه؟ يعني يعمل التصميم، والتصميم ده كله بيعمله هو HTML وCSS وجافا سكريبت كواحده من ضمن خطوات شغله، بقت حاجه بديهيه ان هو يعمل، كانت وظيفه كامله اسمها ويب ديزاينر. الفرونت اند ديفلوبر دلوقتي بيعمل اللوجيك، تمام، اللي هو بيعمل لوجيك كامل بالجافا سكريبت، بيستخدم فيه مثلا مكتبات، بيكلم APIs، بيكلم libraries، بيكلم third parties، بيكلم حتى database بشكل مباشر من غير الباك اند، كل ده بيعمله في الفرونت اند. ومن ضمن مهامه زي ما قلت هي التصميم، اللي هي كانت في الاول عباره عن وظيفه كامله اسمها ويب ديزاينر. وعشان كده قدراتك في الجافا سكريبت بقت اعلى بكتير قوي من مجرد ان انت تكتب تصميم وشويه حاجات بتتحرك في الشاشه، وحتى تروح تكلم API وترجع. انت بتكتب بزنس لوجيك، بقت تعتمد على مكتبات ولايبريز وكلام كبير قوي، بقت في نفس الوقت تتكلم عن التستنج. ليه كانت حاجه بالنسبه لك تريفيا لو انت بتعمل ويب ديزاين مثلا في الاول؟ ما كانش في حد بيعمل تيست للويب ديزاين، ما كانش في حد بيعمل تيست بشكل كبير جدا للويب ديزاين، لكن دلوقتي انت بتعمل لوجيك، والبيزنس لوجيك ده محتاج تيستس. يعني دلوقتي كده بقيت تتعامل مع لايبريز اللي انت تيست البيزنس لوجيك اللي انت بتعمله، مش بس التصميم، ده ما كانش موجود قبل كده. طيب ايه بقى الوضع دلوقتي؟ الوضع دلوقتي ان زي ما شفنا بالظبط من كام سنة ذوبان وظيفة الويب ديزاينر داخل وظيفة أعم اسمها فرونت اند ديفلوبر، والكل دلوقتي بقى ملاحظ ده، دلوقتي بقى نفس البداية بتحصل من ذوبان الفرونت اند ديفلوبر في وظيفة أعم اسمها جافا سكريبت ديفلوبر. What that means؟ أبسطها لك. زي ما قلت أنت كفرونت اند ديفلوبر قدراتك في جافا سكريبت بقت كبيرة جدا، بقت تكتب لوجيك، بقت تتعامل مع مكتبات، بقى تتعامل مع باكج مانجر، بقى تتعامل مع واتشر، بقى تتعامل مع رانر، بقى تتعامل مع حاجات كتير، بقت قدراتك في الجافا سكريبت عاليه جدا. تمام؟ وفكره انك بس تبقى محصور في اي حاجه ليها يو اي دي بقت فكره قديمه، انت كانك كده شخص مربوط، وفي نفس الوقت الشركه كمان مربوطه. ليه؟ لان انت من ضمن مهامك ان انت يكون عندك ديزاين. يعني مثلا انت ممكن ما تبتديش تشتغل الا لما يكون عندك ديزاين، بقى خلاص فكرتك في دماغك ان انت دورك ان انت تعرض حاجات على اليو اي، فتبتدي تعمل اليو اي او تستلم اليو اي ده مثلا بي اس دي، او انت تستلمه مثلا اتش تي ام ال وسي اس اس، تمام، حتى لو انت مش هتعمله يعني، ولكن يعني بالعموم انت دايما انت بتعمل اتش تي ام ال وسي اس اس، ساعات ما بتعملوش لكن المهم يعني، المهم ان انت دورك انت بيكون في عندك ديزاين، بتحاول تخلي الديزاين ده يتملي بالديتا اللي جايه من الباك اند وتعمل شويه لوجيك، ولكن الفكره دي نفسها
بدأت دلوقتي في الانحدار، والانحدار ده بيتم قدام وظيفة الجافا سكريبت ديفلوبر اللي انت ساعتها مش مربوط، ولا الشركة كمان مربوطة انها بس تشغلك لما يكون مطلوب يو اي. لا، انت بقيت جافا سكريبت ديفلوبر بتبرمج لغة برمجة، مش بتبرمج فريم ورك ولا مرتبط بحاجة معينة او نوع معين من التاسكس. لا، انت مرتبط بلغة برمجة. واتيفر كان ايه الاختيار بتاع المشروع ده ساعتها، مثلا لو هم اختاروا الجافا سكريبت انها تكون هي اللغه بتاعت المشروع ده او جزء من المشروع ده، انت المفروض يكون ليك اكسس عليها او تقدر انت تشتغل فيها، سواء كانت بقى فرونت اند، باك اند، بروكسي، باكج، مايكرو سيرفيس، لايبراري، موديول، اي حاجه. اي حاجه الجافا سكريبت بتشتغل فيها انت تقدر تشتغل فيها، مش بس كونسبت ان انت لازم يكون انت شغال في يو اي وبس، ده دورك. لا، انت بقيت تبرمج بلغه برمجه. ده ليه؟ ده لان انت اوريدي عندك خبره باللغه برمجه، باللغه برمجه اللي هي الجافا سكريبت، اللي هي لغه امكانياتها عاليه جدا. انت اوريدي عندك قدرات وخبرات فيها كبيره جدا، ان انت تحصرها بس فكره ان انت تشتغل يو اي، الموضوع بقى فعلا قديم. وده بقى اتجاه شركات كتير جدا بتحول مشاريعها اللي هي المونوليث الكبيره دي لمايكرو سيرفيس اركتكتشر، او بتبتدي اصلا مشاريعها من كونسبت مايكرو سيرفيس اركتكتشر، لان ده بيخلي عندها فليكسيبيليتي انها تختار اي لغه برمجه في اي جزء من المشروع اللي هو بيكون اندبندنت، يعني جزء خاص بيه. ممكن نتكلم عن التفاصيل دي في جزء ستراكشر كده شويه، ولكن الفكره كلها ان شركات كتير قوي بدات تتعامل مع مبدا المايكرو سيرفيس اركتكتشر، او تحول البروجكت الكبير بتاعها ده لمايكرو سيرفيس تقدر تستخدم فيه لغات برمجه مختلفه. يعني اللغه دي مثلا تبقى افضل في عمل تاسك معينه او سيرفيس معينه. ساعتها انت لو بس فرونت اند ديفلوبر هتضيع عليك قدرات كتيره جدا، والشركه نفسها هتضيع من ايديها قدرات كتيره جدا بس مرتبطه بحاجه معينه. بحيث ان انت لو مبرمج جافا سكريبت، فالمفروض ان اي حاجه حرفيا ينفع جافا سكريبت تشتغل فيها نلاقيك موجود. مش لازم تبقى عارفها، ولكن تبقى انت موجود ينفع ان انت تشتغل فيها، سواء كانت بقى حاجه بلايبرري خاصه بالفرونت اند، رياكت، نود، فيو، مش عارف ايه، او حاجه تخص الباك اند زي مثلا اكسبرس وغيرها، ان انت تعمل اي بي ايز او بروكسي سيرفر او نود جي اس او اي بي اي او موديول او مش عارف ايه. كل ده بايه؟ بالجافا سكريبت. وفي نفس الوقت انت قدراتك، طالما انت فرونت اند ديفلوبر اتعاملت مع فريم ورك، اتعاملت مع الكونسبت بتاع الجافا سكريبت والموديولاريتي والكلام ده كله، تمام، قدراتك كويس، انت على بعد خطوات بسيطه ان انت بس تتعامل مع الجافا سكريبت على السيرفر. مثلا انت بتستخدم نود جي اس، نود جي اس عباره عن ايه؟ عباره عن جافا سكريبت بتشتغل على السيرفر. ايه وقتك ان انت تتعلمها؟ مش هتلاقي يعني نص الوقت او ربع كمان الوقت اللي انت خدته ان انت تتعلم فريم ورك زي رياكت او انجلر او فيو او اي فريم ورك للفرونت اند، هتلاقي تقريبا ربع الوقت، او مش هقول لك ربع، خليها تلت الوقت، انت تتعلم ازاي تشغل الجافا سكريبت على السيرفر. انت تشغل باك اند، تستخدم مثلا نود واكسبرس وكل اللايبرز اللي بتعمل الحاجات دي، ينفع ان انت تستخدمها برضو في الباك اند. فالفكره ان انت مش بعيد قوي عن مبدا ان انت تشغل جافا سكريبت في اي حاجه. ولكن في حاجه مهمه جدا، تخيل مثلا ان احنا لو عندنا مشروع فرونت اند، وانت حد كويس جدا في فرونت اند، تستخدم لايبراري مثلا، مش هقول لك، او فريم ورك، مش لازم اسمها ايه، اي فريم ورك للفرونت اند، وقلنا مثلا ان احنا عايزين نعمل موديول صغننه كده او باكج صغننه كده بالجافا سكريبت نستخدمها برضو في المشروع بتاعنا. في ديفلوبرز كتير جدا، فرونت اند ديفلوبرز، لما تيجي تقول لهم الحته دي يبقوا ضعاف جدا، مع انهم ممتازين جوه الفريم ورك، لكن خرجوا بره الفريم ورك ان هو يكتب بيور كومبليت سمبل لايبراري او سمبل باكج يستخدمها بتعمل تاسك معينه، هتلاقي ان هو ضعيف جدا في الحته دي، لكن تحطه جوه الفريم ورك ممتاز جدا ويعمل لك احلى شغل. دي نقطه ضعف موجوده حاليا انت لازم تعمل لها ريكفر، ان انت تستخدم اللغه، مش تبقى انت قوي جوه الفريم ورك، ان انت تبقى قوي باللغه. ده ليه؟ ده عشان انت بعد كده الوظيفه دي عماله تنحدر لوظيفه تانية اللي هي الجافا سكريبت ديفلوبر، ان انت راجل بتكتب بلغه برمجه مش بتكتب بفريم ورك، تمام؟ ده فرق كبير جدا بدا يظهر وبدا يعلى شويه. طيب تعمل ايه بقى لو انت دلوقتي فرونت اند ديفلوبر؟ اولا عشان بس نكرر الموضوع ده كتير، انا ما بقولش ان الفرونت اند ديفلوبر خلاص بينحدر ومحدش يتعلم فرونت اند مش عارف ايه والكلام ده نهائي. انا بقول لك تبقى انت عارف اللي جاي، تبقى انت عارف ان وظيفة الفرونت اند ديفلوبر دي بدأت تدوب في وظيفة اعم اسمها جافا سكريبت ديفلوبر، زي بالظبط ما وظيفة الويب ديزاينر دابت خالص في وظيفة الفرونت اند ديفلوبر، وانت نفسك بقت من ضمن مهامك العادية اليومية ان انت تعمل الديزاين وتعمل اللوجيك بتاعه باستخدام الفريم ورك
زمان كان بس في ديزاينر، انت بس تعمل الديزاين وتسلمه، انت تعمل الويب سايتس، تعمل مش عارف ايه، لكن دلوقتي بقى من ضمن مهامك وظيفه كامله كان اسمها ويب ديزاينر. نفس الكلام بالظبط بعد كده هتبقى من ضمن مهام الجافا سكريبت ديفلوبر ان هو يعمل الجزء ده، طالما في يو اي بس هو ايه مطبق او يعني يندمج تحت مبدا الجافا سكريبت ديفلوبر. تمام. وفي النهايه شباب، تاني انا مش بخوف الناس من الفرونت اند، لا، انت لو عايز تتعلم فرونت اند اتعلم فرونت اند، ولو انت فرونت اند ديفلوبر كمل فرونت اند ديفلوبر، ولكن انا بقول لك الدنيا رايحه على فين، المسار بتاعك رايح على فين. كل الفكره ان انا بقول لك بس في مطب قدام خالص في الطريق بتاعك، مش موجود دلوقتي ولكن موجود قدام، انا بقول لك بس خد بالك منه، في علامه حمراء فوق المطب ده. كل الفكره ان انت لو ما خدتش بالك من المطب ده دلوقتي، بعد كده هتروح تلبس في المطب بسرعه تلاقي نفسك العربيه بتاعتك ربنا يستر عليها. اما لو خدت بالك منه دلوقتي وابتديت ان انت تطور من نفسك وتفهم الكونسبتس اللي انا بقول عليها دي، وفي نفس الوقت تبدا تواكب التطور او المطب اللي جاي في الكارير بتاعك، هيفرق معاك كتير جدا، وهتعدي المطب او حتى تتفادى المطب ده وتكمل بنفس سرعتك وتسبق ناس كتير جدا في نفس المجال بتاعك. انا كده خلصت كلام في النقطه المهمه دي، النقطه الجدليه اللي يعني ربنا يستر على التعليقات اللي هشوفها من الناس. ولكن بعيد وازيد تاني، انا ما بقولش ان الفرونت اند بينقرض، ولكن بقول ان التايتل نفسه بينقرض، وفكره ان انت تكون مرتبط بفريم ورك او شغل يو اي دي فعلا بدات تنقرض، لان دي فايده ليك انت وفايده للشركات في نفس الوقت، ان الكونسبت ده يبقى مش موجود. تمام. ان انت بس تبقى مرتبط بتاسكس معينه او نوعيه تاسكس معينه، مع ان امكانياتك في اللغه تؤهلك ان انت تشتغل كديفلوبر للغه البرمجه دي، وات ايفر كان المطلوب منها، طالما اللغه موجوده فانت موجود. فانا كده خلصت وجهه نظري واللي انا شايفه من السوق ومن الشركات حاليا في الاتجاه ده، وان شاء الله هنعمل نفس الفيديو بنفس الطريقه على الوظيفه الثانيه للحبايب بتوعنا بتوع الباك اند. تمام، نفس الموضوع بالظبط، وهنقول هل الباك اند ديفلوبر، عصر الباك اند ديفلوبر انتهى ولا ان شاء الله ربنا يستر. شكرا لكم جدا، واي اسئله استفسارات وتعليقات انا موجود على اي سوشيال ميديا، ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب والكلام ده، وان شاء الله ربنا يستر على كلام الناس اللي هترد على الفيديو ده. شكرا لكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.